السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الكريم. تفضل. تفسير قوله تعالى في سورة قاف: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أين؟ هل هي من باب الثناء أم من باب العكر شيخنا؟ لأن هناك تفسيران نبدو الأقرب يعني. يرى جمهور العلماء أن قوله تعالى وطفق مسحا أي ضربا وقتلا، يضرب السوق وسيقانها ويضرب الأعناق، هذا رأي الجمهور. قال اصبر علي رجاء لوجه الله. شغل سليمان صلى الله عليه وسلم، والذي سأذكره هو قول جمهور المفسرين، شغل سليمان صلى الله عليه وسلم بالخيل التي هي من أجود أنواع الخيول والموصوفة بالصافنات الجياد، والتي تقف على ثلاثة أرجل وتثني الرجل الرابعة استعدادا للانطلاق. شغل بهذه الخيول عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فلما شغل بها حتى غربت الشمس عليه الصلاة والسلام ندم على ما قد حدث، فقال: إني أحببت حب الخير، والخير هنا الخيل من إطلاق زيد الخير على زيد صاحب الخيول، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، أي ردوا علي الخيول التي شغلتني عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فردوها عليه، فطفق يقطع رقابها وسيقانها. هذا رأي جمهور المفسرين في تفسير قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اعترض فريق من أهل العلم هم قلة على هذا، فقالوا: وما ذنب الخيل وهذا إتلاف للمال؟ فأجاب الجمهور بأن ذلك كان خاصا بسليمان عليه السلام لأنه شغل بها الحمد لله شغل بها عن ذكر الله تعالى شغل بها عن ذكر الله، ومن ثم استنبطوا إتلاف الآلات التي تشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. واستطردوا قائلين: إن الله أمر قوما من بني إسرائيل كتوبة عليهم أن يقتلوا أنفسهم. قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم يهديكم الله يصلح بالكم. فقالوا: إن كسر آيات الفساد واللهو أو ما يؤدي إلى ذلك كان في الأمم من قبلنا، وشيء من ذلك في شريعتنا أيضا فهذا رأي الجمهور، وهذا رأي المعارضين، والله سبحانه وتعالى أعلم.